السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلاب المميزين والطلاب الأذكياء الطلاب الشطار، إن شاء الله يا رب الصحة والسعادة، وإن شاء الله أعلى المعدلات ورافعين روسنا وروس أهلكم، معدلات راقية ومعدلات حلوة مثلكم. وموضوعنا اليوم لطلاب الصف السادس الإعدادي، موضوع هو indirect question، اللي هو السؤال الغير مباشر، اللي هو ضمن موضوع reported speech، نقل الكلام أو الكلام المنقول. أنت تجي تسولف سالفة منقولة، تسولفها من شخص إلى شخص ثاني. وعندنا موضوع indirect question، سؤال غير مباشر، بمعنى السؤال المنقول. شخص خذنا أول فقرة من الكلام المنقول اللي هو نقل الجملة الخبرية، وعرفنا شلون تنقل الجملة الخبرية، وعرفنا أنه الكلام المنقول يقسم إلى أربعة أقسام بالنسبة للصف الخامس الإعدادي. نقل الجملة الخبرية، ونقل الجملة الاستفهامية أو نسميها السؤال المنقول، اللي هو اصلا عند السادس اسمه indirect question، النقل السؤال او السؤال المنقول. والرابعه الثالثه العفو تصير هي نقل الاوامر او نقل الجمله الامريه. والخامسه نقل بعض الافعال، شخص يقول لك بعض الافعال وانت تنقلهم. اليوم راح ناخذ الحلقه الثانيه والموضوع الثاني من ضمن الكلام المنقول report speech، واللي هو report question، نقل الجملة الاستفهامية أو السؤال المنقول. ونفس الموضوع يتكرر عليك بالسادس بمصطلح indirect question، السؤال الغير مباشر أو السؤال المنقول. أول فقرة عندنا، أول فقرة قبل لا أفتهم كل شيء، أخلي ببالي شغلة، إنه السؤال يجيني أداة سؤال، فعل مساعد، فاعل، بعدين تكملة. من آجي أريد أحل لازم أسوي أداة سؤال، فاعل، بعدين الفعل المساعد، ثم التكملة، وحول علامة الاستفهام إلى نقطة، بالإضافة للقوسين الجانبيات الصغار ألغيهن. زين، شلون أجسم؟ اليوم سألني شخص اسمه علي، علي سأل وانطاك السؤال، أنت قبل لا تسولف علي يسأل راح يجيك الفعل بالفعل المضارع ask، تمام؟ علي ask يسألك سؤال معين، من تجي تنزل تقول علي asked، تحول الفعل المضارع الى ماضي لان تقول سأل، صارت بالماضي. قبل كل شيء عندك اول فقرة تنزل asked بعد اسم الشخص اللي سألك السؤال، تمام؟ اجي هنا على هاي الجملة، he ask، راح اسويها he asked، تمام؟ هذه كملت، نزلت الاسكد. أخلي ببالي شغلة معينة، أنه عندي مجموعة من الضمائر لازم التحول، وأن السؤال عندي يجيني بزمن معين اللي هو بزمن المضارع أو زمن الماضي لازم أحوله. التحويل شنو؟ الضمائر عندك إذا جاك الضمير I يحول إلى he و she، ضمير me أو my يحول إلى him her، ضمير us تحول إلى them، الضمير we يتحول إلى they، الضمير you أو your يتحول إلى I أو we، الضمير يور يتحول إلى ماي. هذا بالنسبة لتحويل الضمائر، أي ضمير يصادفك تحوله. نجي لنقل الجملة. اليوم الشخص سألني بالمضارع، هسه جدي يسولف وياي، أنا من راح أروح أسولف السالفة صارت السالفة بالماضي، مضت وانتهت. إذن تحويل أي زمن مضارع إلى زمن ماضي، مضارع بسيط أحوله إلى ماضي بسيط، مضارع مستمر أحوله إلى ماضي مستمر، مضارع تام أحوله ماضي تام، مضارع تام مستمر أحوله إلى ماضي تام مستمر. هذه فقرة. زين، أجي هالسؤال، شخص سألني بالماضي ومضى الفعل، خلينا نقول أيام على السؤال، صار الفعل بالماضي وردت سولف السؤال ماله، والسؤال ماله صار بالماضي وصارت وراء أفعال ثانية، إذن صار بالماضي لازم بعد أبعد النوبة بعد الموضوع. فالتحويل عندك من مضارع إلى ماضي بالتناسق، بسيط ببسيط، مستمر بمستمر، تام بتام، تام بمستمر بتام مستمر. بس إذا جتك الجملة بزمن الماضي تحولها إلى ماضي أبعد، يعني ماضي بسيط يتحول إلى ماضي تام، ماضي مستمر يتحول إلى ماضي تام مستمر. تبقى عندك شغلة له، إذا جنك أفعال لازم تحولهن، مثلاً هذا الأفعال عندك will تصير would، shall تصير should، can تصير could، should ظل should، would ظل would، here اللي هنا تصير there هناك. هذا الأفعال تغير، يعني عندك شنو؟ تخلي كلمة asked
تغير الضمائر، تغير زمن الجملة، وتغير بعض الأفعال إن وجدت. أجل دحل. He asked where are you going. هو سألني إلى أين أنت ذاهب. إذا أجد أنقل السؤال ورد سولف بطريقة بعد أرتب راح أقول هو سألني إلى أين أنا كنت ذاهبا. حولت الزمن من مضارع إلى ماضي وحولت الضمير اللي هو اللي قال لي أنت صارت آني. زين أجي راح أحلك إياها بالترتيب نقطة نقطة. هي أسكت نزلت أسكت بعد اسم الشخص اللي يسألني. أجي على الجملة، الجملة فأداة سؤال فعل مساعد فاعل تكملة، لازم أسويها بهذا الترتيب، أداة سؤال فاعل فعل تكملة. أجي أحولها بهذا السؤال، أداة سؤال وير، الفاعل يو، الفعل المساعد آر، التكملة going. إيش سويت؟ هذلنا القوسين لغيتهم، علامة الاستفهام لغيتها لأن صار عندي سؤال غير مباشر وبدت عندي الجملة فاعل وصارت جملة رسمية. أداة السؤال صارت مجرد أداة ربط وتدلك على سؤال معين بس. هنا غيرت الترتيب مال الجملة. آجي الشغلة الثانية أنزل هي أسكن. خلنا نسوي غير قلم حتى تطلع بشكل أوضح. آجي هي أسكن وير، هذني بديهيات ينزل. أنت حلها بهذا الترتيب وبعدين أقول لك شنو تمسح وتخلى الترتيب الرئيسي يكون عندك الحل نموذجي وتتجنب الغلط. You are going. يا زمن هذا فاعل زائدا فعل مساعد زائدا فعل مضاف إليه ing، فاعل زائدا r زائدا فعل مضاف إليه ing، مضارع مستمر يتحول بالتناسق إلى الزمن الماضي يصير ماضي مستمر، يعني يصير فاعل فعل وفعل مضاف إليه ing اللي هو going. هنا حولت الزمن من مضارع مستمر إلى ماضي مستمر. بهذه الحالة خلصت من موضوع الزمن. آجي النوب أرد أحلها بعد. شو أقول؟ He asked where. هذه بديهية تنزل. اليو ضمير، ضمير اليو شو يتحول عندي؟ إما آي إذا آني مفرد أو وي إذا سألنا كمجموعة. بس هو سألني قايل أنت وين رايح؟ إذن شو أحوله؟ أحوله إلى I، حولت الضمير إلى I. أرجع النوب الـ I ممكن تأخذ was وممكن تأخذ where، لكن بالجمل الاعتيادية وبالقواعد تأخذ was. إذا أردت تسولف بعدين بمواضع أف الشرطية أكو جملة تقول if I were you، لو كنت مكانك لفعلت فلان شيء. هذا بالجمل اللي من المستحيل تحقيقها نستخدم وير مع الآي، لكن بالجمل العادية نستخدم واز مع الآي. يعني الآي إيش تأخذ؟ إذا الآي تأخذ عام راح تأخذ واز going. نقطة انتهى عند السؤال. حولت الترتيب مال الجملة، رجعت حولت زمن الجملة، شفت عندي ضمائر حولتهن، صار عندي الحل نموذج بهذا الشكل. إذن هذني ما لي شغل بهم، أمسحهم حتى تجنب الغلط وحتى ما يكثر لنا الحلول على الأستاذ ويحير ياهو حلك. تصل لهاي النتيجة أنه أنت نزلت أسكت، غيرت ترتيب الجملة، حولت زمن الجملة، وغيرت الضمائر بزمن الجملة، وهيش يكون عندك الحل نموذجي. وإذا تحلها بهاي الخطوات وترجع تمسح الخطوات اللي حليت أنت تكون تجنبت الغلط. تمام؟ زين ظلت عندي شغلة. الجملة الاستفهامية بأي زمن تجي قلنا نحولها، لكن أحيانا تجيك أفعال مساعدة المفروض تنحذف. إذا شفت الفعل do أو does أو did بعد أداة السؤال مباشرة تحذفهم. do does did، إذا شفت الفعل do تحذفه وما تغير كل شيء بالجملة. إذا شفت الفعل does تحذفه وتروح تخلي أس للفعل. إذا شفت الفعل did تحذف الفعل did وتروح على الفعل تغير وترجع إلى ماضي. آجي ألي أسك what do you like، ومنطيني الجملة ومخليني أيضا قوسيا. آجي أريد أحل.
شو نقول؟ قلنا نخلي اسكت بعد اسم الشخص. نزلت الشرط الاولي اسكت، نزلناه. What do you like؟ حسب هذا الموجود لازم احولها مثل هذا، أداة سؤال وفعل وفاعل وتكمل، لازم احولها أداة سؤال وفاعل وفعل وتكمله. راح انزل أداة السؤال what you do like حتى ارتبه. نقطة حذفت علامة الاستفهام والأقواس، هنا نزلت أسكت ورتبت الجملة. شو يقول لي؟ يقول لي نحذف دو، أجي على الخطوة الثانية. الخطوة الثانية يقول ألي أسكت وات يو، وقلنا إذا نحذف الدو ما نغير كل شيء، حذفت الدو راح تصير يو لايك. نزلت هيك، هسا الجملة ترتبت عندي نحذف الدو وترتبت الى أداة سؤال وفاعل وفعل، ونزلت الاسكت، ظل عندي تغيير زمن الجمله. اجل دحين اريد اغير زمن الجمله، اقول علي اقول علي اسكت وات زين يو لايك. فاعل زائد فعل مجرد والفعل بالمضارع، فاعل زائد فعل مجرد والفعل بالمضارع، اذا زمن مضارع بسيط احوله الى ماضي بسيط يصير what you like. حولته من فاعل زائد فعل مضارع الى فاعل زائد فعل ماضي. هنا غيرت ترتيب الجمله وحذفت الدو اللي هي موجوده ونزلت الاسكت، ظل عندي شنو؟ ما غيرت زمن الجمله، ظل عندي تغيير الضمائر حتى تكمل عند الجمله نموذجيه. آجل ده غير الضمائر، أقول ألي أسك وات ألي، وش تحول إلى أي أو وي؟ أحولها إلى أي أي لايك وخلي نقطة. وبهذا الحل أكون بالخطوة الأولى أعدت ترتيب الجملة وحذفت الأقواس وعلامة الاستفهام. الخطوة الثانية إيش سوت؟ حذفت الدو، وإذا وجدت عندي دو أو دس أو دد قلنا نحذفهم، حذفتهم. الخطوة الثالثة غيرت زمن الجملة، كان مضارع سويته ماضي. الخطوة الرابعة غيرت الضمائر، وبهيك أكون ضفت أسكت، غيرت الضمائر، غيرت زمن الجملة، وجدت عند الأفعال المساعدة دو دس دد حذفتهم، وهيك يكون عند الحل النموذجي، والحل النموذجي يكون بهاي الطريقة. يعني ذني كلهن يطيرن. الحل النموذجي لهاي الجملة يكون هذا. تمام هيك؟ هذا نوع من الأسئلة. هسا راح أخذ لك الأسئلة إذا بدت بفعل مساعد. زين، الأسئلة إذا بدت عندك بفعل مساعد، مثلا يقول لك هذني نحذفهن. زين، يقول لك أحمد، خلنا نقول أحمد ask is everything okay. أحمد يسأل هل كل شيء على ما يرام أو is everything okay. آجر ده غير الجملة، آجر ده غير الجملة. أول شغلة أسويها شو أسوي؟ أنزل أسكت أحمد أسكت. شوف خلي ببالك، إذا السؤال بدأ عندك بفعل مساعد، ما بدأ بأداة سؤال، بدأ بفعل مساعد، تنزل إف بعد أسكت. نزلت إف، عفوا، نزلت إف بعد الفعل المساعد. زين، أرجع لترتيب الجملة، فعل مساعد وتكملة، ما عندي فاعل، ما عندي فاعل، إذن هنا الجملة عندي أصلاً مرتبة. آجي Is everything okay؟ إذا بادي عندي إز، الإز شو تصير؟ تصير واز، واز everything okay. وهي تكون غيرت زمن الجملة ونزلت الإف لأن بدأ عندي السؤال فعل مساعد. تمام؟ عندي سؤال الآخر يقول، خلي شوي بس تذكر من الدفتر، يقول السؤال يقول خلنا نقول I ask is
there. السؤال عندي يقول: إذا بدأ عندك السؤال بفعل مساعد لازم تتبع شغلة معينة. أجي على الجملة: أحمد آسك أسويها. أحمد آسك نزلت فعل آسك. شوف، إذا بدأ عندك السؤال بفعل مساعد مو أداة استفهام، فعل مساعد اللي هو is, am, are, was, where, do, does, did, will, shall, can, could, may, might إلى آخره من الأفعال المساعدة اللي تنزل عندك ببداية السؤال وتحول إلى سؤال قصير. إذا كان السؤال عندك سؤال قصير تخلي ببالك أنه بعد آسك تنزل الحرفين F. تمام، نزلت. أجع الجملة، الجملة شوف صار فعل مساعد اللي هو هذا، وفاعل اللي هو everything، وتكمل اللي هي اوكي. هاي التكملة لازم يكون الترتيب فاعل وبعدين الفعل المساعد وبعدين التكملة. اذا ايش لازم اسوي؟ لازم اقول everything is okay، واحذف الاقواس واحذف علامة الاستفهام، وهيك اكون نزلت كلمة asked ونزلت الاف لان السؤال قصير، ورتبت الجملة، رتبت الجملة إلى فاعل وفعل وتكملة. تمام لحد الآن؟ أرجع الخطوة الأخرى، الخطوة الأخرى شو تقول؟ أنزل أحمد ask if فاعل و is وتكملة، فاعل و is وتكملة مضارع بسيط، لازم يكون فاعل و was وتكملة. إذا يكون everything was okay. وهيش يكون عند الحل نموذجي إنه أنا نزلت كلمة ask، رتبت الجملة وغيرت زمن الجملة من مضارع بسيط إلى ماضي. بهذه الطريقة أكون أنا حليت الحل النموذجي. أرجع أمسح هذه لأن مجرد أنت كتبتها حتى تستدل بس، حتى تعرف نفسك ما نسيت خطوة معينة، يكون عندك الحل النموذجي هذا. سؤال ثاني يقول: I ask is there any bread؟ آية تسأل هل هناك خبز؟ آجل دحل، أول شغلة أنزل ask it. آية ask it. زين، آجي على شغلة فعل مساعد فاعل تكملة، لازم أغيرها إلى فاعل وفعل وتكملة. أقول there is any red. نقطة، حذفت الأقواس، حذفت علامة الاستفهام، ورتبت الجملة إلى فاعل وفعل وتكملة، ونزلت أسلم. أجي على الخطوة اللي بعدها، لازم أغير زمن الجملة، راح أقول صايرة هؤسة من الأقلام. آية أسلم فاعل is تكملة، فاعل is تكملة يتحول إلى فاعل was تكملة. there was any bread، وهيك أكون غيرت زمن الجملة
غيرت ترتيب الجملة، نزلت الفعل as، يكون هذا الفعل، هذا الحل هو الحل النموذجي. هذا هدفناه. ظلت عندي شغلة الأخرى، بس سؤال من بداني بأداة استفهام ونوجدت does و do did حذفتهم. هنا أيضا وهذا موجود عندنا، إذا وجدت do و does و did تحذفهم. مرات السؤال يبدأ عندك بdo، مرات يبدأ بdoes، مرات يبدأ بdid، أيضا تحذفهم. حذفت do ما تغير كل شيء، حذفت does ترجع s للفعل، حذفت did ترجع الفعل إلى ماضي. أجي هنا ألي ask did he eat his lunch، ألي يسأل، شو يسأل؟ هل أكل طعامه؟ أجي على الجملة، أول شغلة شو أقول؟ ألي ask، نزلت الفعل ask، فعل مساعد فاعل، أيضا الفعل الآخر تكملة، إذا لازم شو أسويها؟ أسويها he did eat his lunch. نقطة، حذفت الأقواس والاستفهام، اصبر علي اصبر علي، نزلت الدد وأنا قلت لك أحذفهن، أنا قلت لك تحل خطوة خطوة حتى تتجنب الغلط، بعدين تكتب الحل النموذجي خطوة خطوة. رتبت الجملة، نزلت أسكت ورتبت الجملة إلى فاعل وفعل مساعد وتكملة. آجي النو ألي أسك، تمام؟ هي قال نحذف الدد، إذا حذفت الدد لازم أرجع الفعل إلى الماضي. حذفت الدد الإيت الماضي مالها إيت his lunch، وبهذه الطريقة حذفت الدد ورجعت الفعل إلى ماضي. عندي شغلة راح أقول النو ألي أسكن، تمام؟ هذا الزمن فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة، فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة، هذا زمن الماضي البسيط. الماضي البسيط شي تحول إلى ماضي تام، يعني أقول he had زائد تصريف ثالث eaten his lunch، وبهيك أكون غيرت زمن الجملة، غيرت زمن الجملة. أجي أكمل الحل هنا بعد كيف الصبور وما تبين عندك بالكاميرا، فأكمل لك الحل هنا زين. أجي النوم أني غيرت ترتيب الجملة، حذفت الدد، غيرت زمن الجملة، إيش ظل عندي؟ ظل عندي تغيير الضمائر، تغيير الضمائر. أجي أنزل ألي أسكت هي نرجع لتغيير الضمائر. الهي شو تحول عندي؟ ما موجودة، تمام؟ ما موجودة الهي ذات تحول عندي. زين بهاي الحالة شو أسوي؟ أحولها لو ما أحولها؟ موجودة عندي بالتحويلات؟ مو موجودة، إذا أخليها هي إيتن هز لانش نقطة. بس ظلت عندي فقرة معينة، إذا وجدت الضمائر اللي المفروض تتغير أغير، إذا ما وجدت ما أغير. بس ظلت عندي فقرة نسيتها، لا تقول أنا نسيتها، أنا ما نسيتها، لكن انتظر أنه تسأل نفسك تشوف أنت مركز وياي لو مو مركز. عندك فقرة، أنا إيش قلت لك؟ إذا بدأ السؤال بفعل مساعد شو تخلي؟ تخلي اف بعد كلمة اسكت، يعني حتى يكمل عندك الحل نموذج لازم تقول ألي اسكت اف هي ايتن هز لانش، وهيك يكون عندي هذا هو الحل النموذجي. نزلت اسكت، نزلت الاف لان الجمله بدت عندي بفعل مساعد، غيرت زمن الجمله من ماضي بسيط الى ماضي تام، ضمائر عندي ما تغير، ما غيرت كل شيء، وبهيك يكون الحل نموذجي وكامل. هيك يكون عندك السؤال اذا بدا باداه استفهام، ها
هذا هو الحل النموذجي اللي تكتبه. هذني الشخابيط هاي انا كتبتها مجرد حتى تمشي خطوه خطوه. حاول بالحل حتى لو تاخذ وقت من وقتك، حتى لو تاخذ من وقتك، المهم تنطي جواب نموذجي، المهم تنطي جواب نموذجي حتى ما تقع بالغلط. واذا قدرت تحل مباشره وتعيد الخطوات بينك وبين نفسك، انه انت غيرت الضمائر، غيرت زمن الجمله، نزلت الاسكت، نزلت الاف اذا السؤال قصير، وما نزلتها اذا السؤال مو قصير، حذفت الدو والدز والدد اذا وجدن، تكون هيش حليت حل نموذجي. بس لازم تراجع حساباتك، لان اذا ما راجعت الا تنسى شغله معينه. بس ان شاء الله يا رب ما تنسى، وان شاء الله يكون حلك نموذجي وتاخذ الفول مارك والدرجه الكامله اذا كان عندك وزاري او كان عندك امتحان عادي. هذا كل اللي يتعلق بالريبورتد سبيتش، موضوع اندايركت كويشن اللي هو السؤال المنقول، اللي هو ريبورتد كويشن، السؤال المنقول او نقل الجمله الاستفهاميه. اشوفكم فيديو النوب وموضوع الاخر فيما الله.